النهارده عندي رومي كمونية، يعني هعمل الكمونية بين الرومي. يبقى نشوف مقادير الكمونية بقى. صدير رومي وخضار مشكل وبقدونس، عندي زيت وبصل وكرات وتوم، واخد طماطمية واحدة بس وماء، وبشر ليمون، مكعب مرق، وعندي ورق لارو وزعتر وملح وفلفل، اخد بطاطس معاها وكمون وتعفير الدقيق، ونشوف هنكمل ازاي اللي احنا بنتكلم فيه. طيب كده هنا ادي بصلايه، باجي اشتغل قدامكم وقول لي تحسبا ان انت تكون حامل حاجه من تحت الترابيزه وتضحك علينا بيها. طيب ادي البصل اهو، نصلي على حضرة النبي. ادي توم، نرجع بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي حضراتكم في الرومي اللي احنا قطعناه. ادي مكعب مرق، ونيجي هنا كده نقطع ده تقطيعه زي ما انا عايز اهو اهو يا باشا. اوعى تزعل نفسك، عايز نرميه في الشارع ارميه، اوعى حد يضايقك، غالي حدانا. احنا كده حضرتكم ان احنا خلينا ديك الرومي قدام حضراتكم كده اهو. بجيب حبة كمون فريش اهم، سنة دقيق، وشوية بشر ليمون اهو كده اهو. بعمل ايه بقى كده؟ اقلب الاول عندي حبة زيت تانيين اهو. ادي شوية زعتر فريش، ادي شوية ورق لورو وحبهان. ارجع بقى هنا تاني واشوف دول ايه بقى. عندي حبة كرفس وشوية كرات، اقطعهم تقطيع صغيرة كده. حبة الكرات مع الكرفس اهو كده. كده شوية الكمون بقى التانيين اهم. الكمون التاني دوت عشان يديني طعم جميل، وادي شوية بشر ليمون. خلي بالكوا احنا بنشتغل شغل يعني ايه حلو، وفي نفس الوقت يكون يديني طعم جميل. طيب نعمل لها بقى فيجيتابل تورنيه، شويه خضار تورنيه. يعني ايه تورنيه؟ هنقول لكم يعني ايه دلوقتي تورنيه. احنا عايزين نغير في اكلنا عشان المخرج ما يزعلش مننا كده. كوسه وجزر وبطاطس، كوسه وجزر وبطاطس. بجيب الكوسه كده دي، بروح عامل كده اهي كده. دي اول حجم عملناه اهو. بعديها الجزرايه، عشان لو انا عملتها في الفاصل بس اهي حجم واحد. وادي البطاطسايه نفس القصه،
حجم واحد، ده بنسميه في الفنادق تورنيه. المخرج بيقول لي انت بتهدر في الخضار، في الخضار كتير جدا. بهدر فيه لان هاخده اعمله شوربه بعد كده، يبقى ده ايه اسمه تورنيه اللي احنا هنعمله دلوقتي مع الديكور. طبعا خدت درس في الاخلاق دلوقتي من عم ابراهيم طومان، قال لي يعني هو افترى ولا انت يعني مستقوي القلب علينا مش كفايه؟ طب بس هات من الاخر يا عم ابراهيم عايز ايه؟ قال لي عشان تعمل حبه الخضار دول تعمل قدام منك نصهم قشر وزباله؟ لا يا عمي دي مش زباله، دي مش زباله، ده اللي انت شايفه قدام حضرتك دوت بعد ما قطعته كده وظبطته اهو، ده اللي انت شايفه وزعلان ان انا رميت كل ده. هقول لك نعمل بيه ايه. اهو يا عم الحاج، ولا تزعل نفسك، اوعى تزعل نفسك، ده القشر اللي انت بتقول لي هترميه انا مش هرميه. اهو ادي شويه بسله هنا، واخد شويه بسله هنا تاني، وادي حته البطاطساي الفايضه، وادي حته الكوسه الفايضه. ولا تزعل نفسك اهم، خليهم كده عشان تفكرني بيهم هعمل بيهم ايه. يبقى كده حضرتك عشان خاطر ما تزعلش مني وانا اعمل الصح مع حضرتك، هنشوف هنعمل باللي انا طلعته بره ده. وادي حبه كمان زعتر، وادي عندي الكمونيه شغاله بما يرضي الله اهو، وادي شويه كمون في الوش على الاخر اهم عشان يديله التست بتاع الكمون العالي اهو. طيب كده اديها شويه ملح وفلفل عشان ايه، دي بقت كمونيه زي الكتاب ما بيقول مع الفيجيتابلز. شويه ملح صغيرين عشان نديها مكعب مرق، وادي شويه فلفل اهو. اديها بقى شقشاء ميه، بس ماشي كده يا عم محمد يا عم ابراهيم عشان بس ما تزعلش مني حضرتك. طيب يبقى كده نشغل النار عليها على الهادي. كده شغاله عند الفرنسيه.